لو حبينا نفكر ان احنا نعمل اي فانكشن تاني، انا هفكر في فانكشن يعني بسيطه خالص، غير يعني خدوا بالكم اللي احنا عملناه بتاع الانسيرت هيبقى شبيه جدا للابديت، شبيه جدا للديليت، يعني تقريبا هيبقى نفس الجو بتاعنا ونفس الامكانيات، لكن انا هنفذ الاول الجيت اللي هي الاستعلام عن البيانات، وبعد كده ارجع تاني للابديت وللديليت. تمام، كويس جدا. احنا كالعاده بتاعتنا عملنا امبورت للكونكشن بتاعنا، في امبورت الماي دي بي للماي اس كيو دي بي عشان طبعا لو كان في اي ايرورز. بس هنا كان في عندي حاجه اسمها اد ام، قلت له لا احنا هنعمل فانكشن ثانيه خالص. عندي بقى يا اما هجيت كل امس يا اما هجيت امبوتس، فانا اقول له بس اول حاجه نجربها خلينا في جيت ام بي يعني امبو واحد، ودي اسهل ودي يمكن اصعب كمان، ده الكتير يعني هم كلهم اسهل من بعض صراحه. جيت ام دي فانكشن هتاخد الاي دي، هتديني انت الاي دي بتاع الموظف اللي انت عايزه، وانا المفترض اعرض لك بيانات الموظف. طبعا مش هنعمل الايه الشكلين دول. طيب وناديت على كونكشن، جاب لي الكونكشن وجاب لي الكرسي. بعدين عملت الكويري عباره عن جمله انسيرت. انسيرت دي خلاص عرفناها، دي لما بنكون بنضيف بيانات. دي لما بنكون هنضيف بيانات. المره دي ده مش هينفع. احنا عندنا جمله الاسترجاع ليها جمله ثانيه خالص اسمها سيلكت، اسمها سيلكت. تمام؟ وهي ان انا اقول سيلكت وتشوف احنا عندنا اي دي، عندنا نيم، عندنا جوب، عندنا سالري. لو قلت استرسك كده بقى معناها هات الاي دي والنيم والجوب والسالري، هات كله. تمام؟ لو جيت ممكن اقوم جاي قايل له انا عايز النيم والجوب بس. خلاص ماشي. اتس اوكي. يبقى سيلكت هات لي النيم والجوب، او هات لي النيم والجوب والسالري، او هات لي السالري والاي دي، هات لي اللي انت عايزه. او تقوم حاطط علامه الايه؟ النجمه دي علشان يبقى معناها هات لي ايه؟ الاي دي والنيم والجوب والسالري، هات لي كل الكولومز بتاعت التيبل. هات لي كل الكولومز بتاعت التيبل. فروم يعني منين الكلام ده؟ هقول له فروم التيبل اللي اسمه انفلي. تمام؟ فروم اسم التيبل اللي هو انفلي. طيب لو انا سكت حتى هنا يعني كده معناها بقول له جيب لي كل الكولومز من تيبل الانفلي، فبالتالي هيجيب لي كل الامبلييز، كل الموظفين. مش هيجيب لي كل الروز، كل الريكوردز المتسجله. هيجيب لي كله، انا مش عايز كله. انا عايز لازم يكون اي دي هو الاي دي ده، فانا لازم احط حاجه اسمها كونديشن او شرط، فبقول له وير ان الاي دي يكون ايكوال. ايكوال ايه بقى؟ انا مش فاكر الاي دي كان كنا عاملينه ازاي، لكن المفروض ان هو مثلا ايكوال 1 مثلا كده يعني، لو كنا عاملينه سترينج يعني. صح كده؟ ثلاث وحايد. ايه؟ ثلاث وحايد. اي حاجه. واحد هيقول مش موجود، مش مشكله. لكن انا اقصد ان انا حطيت سنجل كود، لان دي كنا عاملينها تقريبا كاركتر جوه الداتا بيس او فار كاركتر. خلاص؟ كنت حاططها ما بين سنجل، لو هي كانت نوعها رقمي كنت هعمل كده. والاي دي بيساوي واحد وخلاص. تمام؟ وبالتالي ادي ايه؟ ادي الفكره. طب بس الواحد ده احنا مش عايزينه ايه؟ مش عايزينه ستاتيك كده، كده طول عمره هيدور على واحد بس. الحته دي بتتغير. ولذلك انا هستخدم فورمات بتريحنا، فانا هقوم عامل كده بس كده، معناها ان الحته دي ان الكير ريبليسز دول انا دي الحته دي هتتغير قيمتها، هبعتها لك، هبعتها لك من خلال حاجه اسمها ايه؟ فورمات. فانا بقول له فورمات، قال لي ابعت، قلت له هو الاي دي مفيش غيره. هو هيعمل ايه بقى؟ هيسقط الاي دي مكان الحته دي بس، هيشيل العلامتين دول ويرميهم ويجيب الاي دي قيمته ايه؟ يحطها في الحته دي بالظبط. فهتبقى جمله سيلكت استرسك فروم اف اي وير الاي دي بيت ايكوال ما بين سنجل كوت الرقم اللي انت بعته. تمام؟ حلو جدا. كويس جدا. ادي الكويري بتاعنا خلص. دي طبعا دي اس كيو ال ستيتمنت، ها؟ محدش ينسى خالص ان دي اس كيو ال ستيتمنت. يعني دي ولا هي لغة بايثون ولا حاجة، دي لغة مختصة مستقلة بذاتها اسمها لغة الايه؟ الـ SQL. طيب. قلت له كيرسر دوت اكزكيوت الكويري، هي هي هي. تمام جدا كويس. بس أنا دلوقتي هينفذ الأمر. أنا عايزه بقى يريتريف الداتا، يعني يجيب لي بيانات
من على من الداتابيز ويحطوها جوه فاريبل كده عشان اقدر اشتغل عليه. يعني البيانات اللي هتتنفذ دي لازم تجي لي كتيبل يعني بحيث ان انا اقدر اشتغل عليه. فقوم جاي هنا عامل مثلا ام تيبل، عملت فاريبل اسمه ام تيبل يعني جدول الموازنه. تمام؟ قوم قايل له ايه؟ يا كيرسر دوت، هلاقي حاجه اسمها فيتش. فيتش يعني هات لي اسحب لي. تمام؟ بقول له اسحب لي بيانات. تمام؟ في عندك تلاحظ ان عندي فيتش اول، ودي معناها بتجيب لي كل الروز. تمام؟ في فيتش ميني، فيتش ميني تلاحظوا ان هي بتاخد حاجه اسمها السايز. يعني بتقول له مثلا فيتش لي 4 ريكوردز فيش، فيتش لي 5، فيتش لي 100. طبعا بتنفع قوي لما يكون بيانات كبيره قوي. لما يكون بيانات مثلا عندي ريكوردز مليان الاف، اكيد مش هقول له فيتش اول واسكت. اكيد هقول له فيتش مثلا 5، فيتش 10، 10 10 100 100، بحيث ان الدنيا تبقاش تقيله جدا زي ما احنا ايه يعني عارفين. تمام؟ فيتش 1 طبعا فيتش 1 بتجيب لك اول ريكورد ما فيهاش حاجه، اول ريكورد بس. فانا هقول له لا الدنيا عندي بسيطه، فيتش اول. فيتش ايه؟ فيتش اول. فيها مشكله كده؟ طبعا احنا مش محتاجين نكوميت، لان اصلا ما بعملش اي ترانزاكشن على الداتابيز. يعني ولا بضيف بيانات ولا بعدل بيانات ولا بحذف بيانات، دي اسمهم التعديل. دول بنسميهم التعديل، دول تعديل بيانات. تعديل بيانات بنسميهم داتا مانيبيليشن لانجوج، اللي هم الانسيرت والابديت والديليت. انسيرت ابديت ديليت دول بيعدلوا في الداتا. اما ان انا اقول له سيلك هات، انا ما اثرتش في الداتابيز اصلا. مش باثر. من ناحيه تغيير البيانات ما بغيرش. وبالتالي ولا كوميت ليها لازمه ولا رول باك ليها لازمه. هعمل ليه كوميت؟ احفظ ايه وانا غيرت حاجه؟ ارجع في ايه اصلا هو انا غيرت حاجه؟ انا بالجمله بتاعت سيلكت ما بغيرش شيء في الداتابيز، انا بس بستعلم. احنا بس ايه؟ بكويري او بستعلم مش اكتر، تمام كده؟ كويس جدا. هعمل لوب بس على البيانات عشان اطبعها، فاقول له فور رو رو السجل ان الام بايه؟ الام تيبل. ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كده يعني كل هعمل لوب على التيبل، التيبل ده عباره عن روز وكولومز، روز وكولومز. فانا هعمل رو ياخد ايه؟ رو ياخد رو صف من الداتا مع كل ايه؟ مع كل لفه في اللوب. حلو جدا. هعمل ايه؟ هقول له برنت، هم قايل له مثلا امبلوي اي دي، ممكن اطبع بعديها كده الاي دي بتاعه. يعني هقول له ازاي؟ هقول له رو اوف زيرو، رو اوف زيرو. تمام؟ وممكن بعديها اخد كده عشان يبقى اكنه فاصل ما بين كل امبلوي يعني. برنت ده الامبلوي اي دي. بعد كده عندي قلنا زي ما قلنا النيم، النيم بيساوي، وبعد النيم بيساوي هتحط لنا بس الايه؟ عايز اجيب الايه؟ هقول له رو اوف دي اللي اكن الكولوم يعني كولوم نمبر 1. تمام؟ نفس الكلام بقى، انا عندي كمان الجوب وعندي كمان مش عارف ايه. هقول له عندي كمان الجوب ده هيبقى في الخانه اللي بعديها. طبعا تلاحظوا دي ان دي ارقام الاعمده، ارقام الاعمده ومرتبه اري 0 1 2 3. تمام؟ تمام. الجوب واخر حاجه كان عندنا السالري، بس السالري ممكن يضرب عشان كده عشان رقمي، فهحط له ايه؟ اس تي ار عشان يكون كاتب براحته او يدمج البيانات بدون اي مشاكل. حلو جدا. ادي الفانكشن بتاعتنا. هروح بقى على فانكشن اخليها اسمها كول، مش اد، كول جيت امب، جيت اندرسكور امب، كول جيت او فايند. طبعا نقول له امب الجي اي دي، مش محتاج اخد منك النيو ولا الجيم ولا السري، انا اللي هجيبهم لك. ما عنديش فانكشن اسمها اد، انا عندي فانكشن اسمها جيت، ببعت لها فقط الاي دي اللي انا اخدته منها، وهي بتقوم بالباقي. هي بقى بتطبع وبتعمل الكلام ده كله براحتها. طبعا كنت ممكن اخليها بتريتيرن الانب تيبل، والطباعه دي كلها تبقى عند الكول جيت كشغل وكتفكير برمجي. ده صح ان انا ما اخليش شغل الطباعه والكلام ده جوه فانكشن رئيسيه،
لان الطباعه دي دلوقتي طباعه فيها شغال كودز فيما بعد ممكن تكون ايه واحد هيطبع على الموبايل او هيعمل عليه يحط في كنترولز على الموبايل او يحط على الويب او يعمل مش عارف ايه وبالتالي يفضل الحاجات اللي فيها طباعه وكلام زي كده وخاصه بالانترفيس تبقى فانكشن منفصل والحاجات الكور اللي بتشتغل مع الداتا تبقى فانكشن ثانيه خالص عشان دي ممكن استغلها مره واثنين وعشرة. يعني المفترض الافضل لينا ان انا بدل ما اعمل الطباعه دي هنا ومفيش طبعا اللي قالت خلاص بدل ما اعمل الطباعه دي هنا هقول له لا هقول له بس ريتيرن خلاص الجيم تيرن خلاص وهنا الايرور هقول له ريتيرن الايرور خلاص ريتيرن الايرور او هريتيرن طبعا فولس وفاينالي خلاص مش هيعمل حاجه ريتيرن اهو طبعا هنا هيحصل حاجه برده جميله لما عملنا ريتيرن احنا عارفين ان ريتيرن بتعمل ايه لو الكود خبط في كلمه ريتيرن مش هيقفل الداتابيس لان ريتيرن بتوقف الكود ريتيرن بتوقف الكود خد بالك من النقطه دي وبالتالي لو حصل اي ايرور هيضرب الريتيرن ايرور اللي هو الكروز ما حصلتش الفاينل هنا ما يفرقنيش الفاينل هنا ما يفرقنيش لان الكود بيبقى في الريتيرن ما بيبصش اصلا على بعد كده خالص الريتيرن يعني يرجع كده وينهي وبالتالي هيبقى الحل ان انا اجيب الكونكشن بالكلوز قبل الريتيرن بس قبل ده كده لما اقول له جيت هيجيب لي هنا الام بي الام بي تيبل بيساوي هقول له نادي على جيت ام خلاص ممكن ريتيرن فولس بعد اذنك وانا اوفر على نفسي اقول له ريتيرن فولس لما يكون في ايرور ليه عشان اقول له كده اف الام بي تيبل لا يساوي فولس لو ترو يعني في الحاله دي هعمل الكود بتاعنا اللي احنا كنا كاتبينه فوق تعال بس واحده واحده انا كتبت الكود ده فاينلي بالنسبه لي ريتش نفعاني خلاص وبالتالي انا قلت ايه كيرسر جيب لي البيانات اقفل الداتابيز ورجع النتيجه حصل اي خطا اقفل الداتابيز ورجع فولس يبقى انا في الاخر يعني كده كده هقفل الداتابيز قبل ما ارجع البيانات رجع البيانات يرجع لك كلمه فولس وخلاص دي الفانكشن بتاعته وبالتالي هنا قلت له ايه هات الاي دي جاب الاي دي جالي الام بي تيبل قلت له اف ان الام بي تيبل ايكوال ترو يعني اف ان الام بي تيبل ايكوال ترو في داتا مش فولس يعني طالما مش فولس هيخش هنا يعمل ايه بقى هيعمل اللوب العادي بتاعنا فور على الايه على الام بي تيبل اللي عرض البيانات انس اهو ولا نزعل فينا نقول له برنت No employee with this ID. بس وخلاص. مفيش موظف بالرقم ده خالص. ونقدر ننادي على كول جيت. خلاص؟ يبقى كده ايه؟ هينادي على ID يجيب الداتا لو فولس لو ترو هيعرض البيانات else هي ايه؟ هيطلع رساله ان مفيش موظف ده خالص. غير خالص الفانكشن، الفانكشن دي بيور. فانكشن دي انا بسميها فانكشن بيور يعني ايه بيور؟ يعني تقدر تشتغل معاك على الويب تشتغل معاك على الديسكتوب تشتغل معاك على الموبايل تشتغل معاك كريستفول اي بي اي تقدر تشتغل معاك اي حاجه فانكشن بيور بصحتها ليه؟ لان ولا هي مهتمه ازاي تخرج البيانات ولا هي مهتمه ازاي تاخد البيانات الانبوتس هي بارامز فوق الاوتبوتس ريتيرن انتهى الكلام ده كده الصحي خلاص هنا بقى الفانكشن دي فانكشن بتاعه بتاخد الاي دي بطريقه الكونسول وبتطبع على الكونسول وبتعمل الحال دي بقى تتغير بقى فيما بعد الفانكشن دي فيما بعد ننقل نفسنا نغيرها نخليها موبايل ننقل نفسنا نخليها ويب ننقل نفسنا نخليها ديسكتوب نعمل مش مشكله لكن الاصل البيور خليته كده صح عشان كده قسمتهم تو فانكشنز او ده اللي في دماغي عشان نفسي اجرب طبعا هيطلع ايرور بس خلينا نجرب قلت له مثلا ايه رقم واحد قال لي بوم ليه؟ قال لي كان نوت كونكت تو ماي اس كيو ال سيرفر انا مش قادر اوصل للماي سي كول اصلا لان احنا مش مشغلينها اصلا الماي سي كول مش موجود احنا ما شغلناهاش ما عملناش رن وبالتالي السيرفر مش قايم وبالتالي انت ما شفتش ايه؟ اتخيل ان هي دي طيب ان شاء الله ستارت بس الماي سيكول ونرجع
تاني نعمل ران. قلت له يلا موظف رقم واحد. الكونكشن طبعا قال لي كونكشن سكسسفول، لكن قال لي نوت بليز ويز ذس اي دي صح. طبعا الطباعه بتاعت الكونكشن دي احنا اللي كاتبينها، يعني احنا لو عايزين نستغنى عنها انا هستغنى عنها بصراحه، عامله لي قلق. مش عاجباني ان كل ما يعمل كونكشن يعمل كونكشن، انا لما يكون في ايرور قول لي فيه، غير كده انت ما تتكلمش. فكده اهو لما جربنا واحد قال لي مش موجود، لما جربنا واحد 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 ثلاث وحايد مش موجود، هما كان كام اربع وحايد يمكن، اجرب واحد من ثلاثه اربعه اربع وحايد ايوه. قال لي ايه محمد حسن بروجكت مانجر 27 تمام جاب لي الداتا بتاعته. طيب كان في واحد 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 اثنين مثلا ايوه، قال لي عبد القادر برودكت مانجر و 27. يبقى كده ايه البيانات بتاعتي شغاله مظبوط وما عندناش ايه اي مشكله. وادي كمان واحد تاني كنا احنا سايبين له اس نو بروبلم، هنصلحه دلوقتي ان شاء الله. واحد 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 اربعه مش موجود واحد بس.